بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال وردنا النهارده عن أمي بتسأل بتقول يا ترى أحم طفلي ولا ما حملهوش؟ في الشتاء يستحمى ولا ما يستحميش؟ طب أحميه بعد عمر قد إيه من الولادة؟ طيب ممكن أنتظر قد إيه وما أحملهوش؟ أحميه بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد 3؟ أحميه إزاي؟ أستخدم شامبوهات ولا ما أستخدمش؟ أستخدم كولونيا، برفانات، مطهرات، حاجات زي كده؟ فاحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب على السؤال ده بقى كده يعني بتفصيل شويه. رقم واحد، ان الطفل ممكن يستحمى في من اليوم الاول للولاده، مفيش مشكله خالص، مفيش اي موانع من استحمام الطفل من بعد الولاده مباشره. كل ما هنالك ان انا بعمل شويه احتياطات وانا بحمل الطفل. رقم واحد في الاحتياطات ديت، انا ببقى مجهز كل حاجه خاصه بالحمام بتاع الطفل. المية جاهزة، بتكون مية حسب درجة حرارة الجو اللي احنا فيه. لو هو مولود في الصيف خلاص اوكي، ممكن يستحمى بالمية العادية. لو احنا لو هو مولود في الشتاء وهنحميه، بتبقى استخدم حمام الماء الدافئ، درجة حرارة المية تكون درجة حرارة مناسبة. غيارات الطفل وكل حاجة تبقى جاهزة. أنا بستخدمش أي حاجة في الحمام بتاع الطفل، أنا بستخدم مطهرات ولا بستخدم منظفات صناعية ولا شامبوهات ولا أي حاجة. أنا مجرد أنا بشيل الطفل، ببدأ أشيله. يا ريت يبقى في شخصين مشتركين في الاستحمام بتاع الطفل، البانيو بتاع الطفل اللي هو البانيو المطول دوت، أملاه لحد منتصف المية حسب قلنا درجة حرارة، حسب في الصيف ولا في الشتاء. مليت البانيو ميه، حد بيشيل الطفل من عند المقعده، وراس الطفل بتبقى لاعلى، وحافظ وانا بحمل الطفل ان الميه لا تدخل في الانف، ما تدخل في العين، ولا تدخل في الاذن، ولا بتدخل في البق عشان ما يحصلوش اختناق. حد شيل الطفل زي ما انا قلت كده، حد شايله من راسه ومن المقعده، ومنزل الطفل في قلب الميه، والشخص الاخر بيجيب المياه في المناطق اللي ممكن يكون فيها عدم نظافة أو ما تبقاش نظيفة كويس، زي منطقة الفخذين، منطقة الإبط، منطقة الرقبة. بعد كده حطيت المياه على الطفل بسرعة كده وما جبتش أي مياه خالص ناحية الرأس. ممكن يبقى عندي كوباية صغيرة، أجيب بقى شوية مياه نضاف كده بنفس درجة حرارة المياه العادية، أحطها على الرأس، تنزل من فوق من قدام لورا من غير ما تيجي على وش الطفل. وبعد كده بملي ايدي ميه برضه من نفس نوعيه درجه حراره الميه، وبمسح وش الطفل كده بالميه، او ممكن لو بحته قطنه انضف عينيه، انضف مناخيره من بره، كل ده من بره. حميت الطفل بسرعه بالظبط، الحمايه دي تاخد دقيقه. حطيت الطفل في الفوطه بتاعته، نشفته، لبسته، ممكن خلاص على كده مش الطفل ده محتاج روايح بقى ولا محتاج برفانات ولا محتاج اي حاجه تانية. هحط الطفل ده بعد كده على سريره، البسه بسرعه، ويبقى كده الحمى بتاعه خلص. طب احمي كل قد ايه؟ احنا ممكن في الصيف نحمي الطفل كل يوم، ممكن احمي الطفل كل يوم في الصيف، وممكن احميه اكتر من مره في الصيف. لو الطفل ده مثلا عمل بروز، اتلوث، اتوسخ، بتاع كلام ده، ممكن احميه كل يوم، ممكن احمي في اليوم اكثر من مره. في الشتاء نقول لو الطفل ده نضيف مش متوسخ، تعالى احميه دايما لو اتوسخ او اتعرض لوساخه او اسمه تلوث. لو مش متلوث ممكن احميه مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع، برضه من غير لا منظفات صناعيه ولا من غير بطانات ولا عطور، لان الحاجات ديت بتؤدي الى حدوث حساسيه للاطفال. يا رب اكون قدرت اجاوب على اسئلتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.